لو سألت مايكروسوفت كوبايلوت على حتة أنا عندي بريزنتيشن في المكان الفلاني كذا 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 والأودينس بتوعي كذا 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 كذا، إيه هي الأوتلاينز اللي لازم أناقشها؟ أعمل لي خطة للتوقيتات اللي أنا محتاجها، لملي هل أعمل لي بريزنتيشن في الموضوع ده بيعمل؟ انا عايز اقول لك بقى القوي يعمل ايه بقى. ده اقوى من كده. الكوبايلوت اللي متاح لينا كلنا كيوزرز، يعني كمستخدمين عاديين مش شركات، هو اللي ايه اخرك تتكلم معاه زي ما احنا بنعمل دلوقتي. ولكن بقى يا دكتور، السؤال اللي انت سالته ده سؤال في الجون. ليه بقى؟ لان الكوبايلوت بعد شويه عند ما يبقى متاح، لو انت عامله حساب شركه مدفوع ومتاح معاك في كل ادوات مايكروسوفت، يعني شغال في الاوفيس وشغال في الباوربوينت وشغال في الاكسل وشغال في كل الحاجات دي، وانت عندك بقى وان درايف عليه ملفات، خش بقى الكوبايلوت قول لي بص انا عايزك تجيب لي مبيعات السنه اللي فاتت وتحللها لي وتعمل لي برزنتيشن عشان هقعد مع التيم اعمل مش عارف ايه. انت متخيل ايه اللي بيحصل؟ هيروح يجيب لك الملفات من مايكروسوفت وورد، مش عارف يروح يجيب لك البرزنتيشن بتاع السنه اللي فاتت، ويجيب لك من الاكسل، ويعمل لك باور بوينت برزنتيشن. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ حاجه جباره. انا خدت من في تريننج من حوالي 3 اسابيع، حاجه كده جباره. ولكن لسه ما استخدمتوش بنفسي يعني، ولكن ان شاء الله اول ما والله والله يا حسام، والله يا حسام، انا اوعدك ان انا خلاص مايكروسوفت كوبايلوت، وانا هجيب مايكروسوفت، يعني عندي انا معايا اللي هو الماك، لكن مايكروسوفت كوبايلوت بجد ده ابداع. واظن لو جبت مايكروسوفت، لو جبت حاجه اندرويد بيتقال عليها ايه من مايكروسوفت، يعني هيشتغل، هيبقى معايا كويس جدا، لان بجد انا الحته اللي انت بتقولها دي عبقريه. وكمان انا ممكن اساله في ملفاتي اصلا اللي موجوده على اللابتوب بقالها سنين، اقول له دور لي على صور لما كنت في ايفنت حدث كذا 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 كذا، وهات لي اللي بتعبق. يا الله، ده انت بقى معاك رجل، يعني انت معاك مدير اعمال قاعد معاك 24/7 يعني.